نتكلم على موضوع الكريمات الموضوعيه والكريمات والكريم... اللي بتفتت الدهون واربطي بطن وفي تكبير الثدي عن طريق الكريم يعني ده بيعمل نسبه حاجات كتير قوي يعني بقيت. ربط البطن ده احنا يعني نسمع عنه من واحنا عيال صغيره لل... آه يعني اهالينا وجدودنا والناس كلها تقول لك اول ما تقول... لو ما ربطتيش بطنك انت كده بطنك هيحصل اه على فكره ربط البطن اه طبعا مع الولاده اسوء ليه هو في الاخر انت لازم تخلي كل حاجه في جسمك اكتف نشطه مم. اي حاجه بتخليها خامله بتضعف زي ما يكون مع فرق التشبيه مثلا واحد رجليه اتكسرت وحطوا له جبيره او جبس بيقعد شهر كده رجليه ما بيستخدمهاش وسط مم. الجبس لما بيفكوا له الجبس اللي بيكون حاصل او بيقعدوا يقولوا له لازم بقى لا لا ورجليه دمرت ولاق حجم الرجل دي بيتحرك و... الرجل دي حجمها بقى غير دي أه. دايما في قاعده طبيه ترجمتها كده ايه العضو الذي لا يستخدم يضمر صحيح فبالتالي لما انت تسيبي بطنك وربطها بالحزام وانت ما بتعمليش اي نشاط بيها انت كده مريحه على الحزام العضله نفسها بتضعف وكرمشتي ال ال ده غير طبعا يعني قصه الجلد ان انت ايه اضغطه هيشد ملوش اي معنى خالص حتى هي بالمنطق اضغطه هيشد ازاي اضغطه إيه حي... انت ايه؟ حجمته خلاص هتعمل له ايه هيجي له ايه؟, ايه من بره يساعده يعني هي الفكره في ايه دايما الرياضه جميله جدا بس هي الرياضة هتصلح حاجات لكن في حاجات فيسيولوجيه حصلت للجسم زي ما نقول مثلا في شد البطن الجلد ترهل فقد مرونته خالص في جزئيه ممكن الجلد يشد بيها لوحده عن طريق الرياضه لكن الجلد اللي بقى انا عايز أقولك لك عارف يعني ساعات مثلا بعد عمليات اللي هي اصلاح جدار البطن او شد البطن او التاميتك الجلد اللي بيتشهل من الترهل بنلاقي حاجات بتبقى ساعات زي نص متر كده انت عارف يعني نص متر نص متر جلد هيروح فين مفيش سحر فجأه هيختفي الجلد ده هيروح فين حجمه بقى زياده بقى زياده اشرح لي كده يا دكتور يعني بتعمله ايه اللي يعني بتعملوا ايه؟ طيب يعني لي انا كان نفسنا طبعا نشوفها اه احنا هي موجوده معانا احنا معانا فيديو معنا يا هشام لو سمحت لو موجود معانا نذاعها اها واحنا يعني واحنا بنشرح عارف اقول لك حاجه معانا بل... فيديو المفروض خاص بال اه بالشد البط مش معانا انت عارفه الفكره في ايه بقى؟ ان احنا ده سؤال انت كنت بتقوليه لي انه احنا هل احنا مع الولاده؟ نعمل الشد ولا بعديها بفتره ويقول لك نضرب عصفورين بحجر واحد ونخلص اه انا بصراحه الحاجات دي انا ضدها رغم انها على فكره عشان ما اظلمش ممكن لو حد بيتبع حاجه زي دي كدكاتره هي مكتوبه في الابحاث العلميه وفي الكتب انها ممكن تتعمل لكن انا مش بحبذها لأسباب مهمه قوي اولها ان هي اصلا تعبانه بعد الولد القيصري مش عاوزه اضيف تعب تاني زياده عشان تلحق ان هي تراعي ابنها دي اول م. حاجه الحاجه التانية الفكره في ايه بعد ما بتولد السيده الرحم بيكون حجمه كبير. أيوه. بياخد وقت عشان ينفليوت ينكمش. أيوه. فبالتالي انت بتشد البطن ولسه الاحشاء الداخليه ما خدتش وضعها الطبيعي. م. دي اول حاجه، فبالتالي مش بتشد على وضع مستقر. وضع لسه هيتغير، فممكن يترهل تاني زياده بعديها. دي تاني حاجه. تالت حاجه الجسم بيبقى وارم. التورم اللي موجود ده مش بيديك شكل فانت ما تقدرش تعرف مش انت تقيم. آه محتاج ايه بالظبط تعمل لازم إيه؟ كله كده بشكل مبسط يفش يرجع لحجمه الطبيعي عشان اقدر اشد على الايه على النتيجه النهائيه الاخر اللي انا عايز اقوله ايه انت في الاخر عشان شد البطن ده يبقى بنتيجه كويسه لازم السيده في المدرسه اللي انا بتابعها اللي هي اكتر حاجه منتشره على مستوى العالم انها تنتظر ستة اشهر مثلا ستة اشهر كل حاجه بترجع لوضعها الطبيعي هنا برضو في نقطة مهمة هل مطلوب منها أي حاجة خلال الست شهور دول عشان تساعد مثلا بقدر الإمكان لو تقدر تنزل في الوزن لو هي زادت أثناء فترة الحمل الدايت اه طبعا تنزل عشان ده هيساعدنا في النتيجة